الآن رح نتي إلى تركيب وظيفة أجزاء الخلية. Structure and function of the cell parts. All are composed of plasma membrane, اللي هو cell membrane, و cytoplasm and nucleus. إذن جميع الخلايا تتألف من الغشاء البلازمي والسيتوبلازم والنواة. نجي الآن نرتب لي جدول اللي هو يختص في الستركتشر والديسكريبشن والفانكشن. سيل ممبران، ممبران كومبوزد اوف بروتين ليبيدز اند كربوهيدرات، اذا هو عباره عن غشاء يتالف من البروتين والليبيدز الدهون والكربوهيدرات. اذا what is the chemical structure of the cell membrane؟ function encloses cellular continent، يحافظ على محتويات الخلية. Regulates material exchange، maintain cell shape، linkage with the other cell. نأتي إلى السيتوبلازم، the jelly-like structure، تركيب أو مادة شبه جيلاتينية. Found between nucleus and cell membrane، إذن كل الجزء اللي موجود ما بين النواة والغشاء البلازمي هو السيتوبلازم. وظيفته provide environment for biochemical reaction on cell organelles، إذن هو يوفر بيئة أو مكان للتفاعلات البيوكيميائية أو التفاعلات الحيوية اللي تحدث داخل السيتوبلازم، ويوفر مكان أو بيئة لسيل أورغانلز للأضيات الخلوية. نأتي إلى النيوكلس، سيفريكال ستركتشر، تركيب كروي. bounded by double membrane، تكون محاطة بغشاء مزدوج. function controls cell activities، يسيطر على كل النشاطات أو الفعاليات الخلوية.